أهلا وسهلا. أهلا. نحن موجودين في تحدي القراءة صح؟ نحن على فكرة موجودين في كواليس تحدي القراءة، وشاءت الصدف أن نلتقي مع طفلة مميزة. شو اسمها؟ شام. شام، اسمك جميل جدا ما شاء الله. أنت تشاركين في تحدي القراءة لأول مرة؟ إيه. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب أعطيني فكرة عن المشاركة، كم كتاب قرأتي؟ 100 كتاب، ولكني سجلت 50 منها في جوازات التحدي. ما شاء الله ما شاء الله، أنت طالعة الأولى على سوريا؟ ما شاء الله. إنه لن تكون قارئا عظيما إلا إذا كان عندك شغف، ولن تملك الشغف إلا إذا كان عندك الاهتمام، ولن ينشأ فيك الاهتمام إلا إذا كان ثمة حب، فاستزرع حب القراءة في قلبك وسيأتيك بعد ذلك كل ما ترجوه من شغف وفائدة. ما شاء الله تبارك الرحمن، أنت خلاص حبيت القراءة وما راح تتركينها إن شاء الله صح؟ استفدتي منها وايد؟ إيه، يجب أن أستمر في القراءة، أريد أن أحصل على أكبر قدر ممكن من المعرفة، فالعلم قوة، فالقراءة تبني معالم إيجابية وسليمة في شخصية الطفل، ولها دور كبير في ثراء الفكر ويقظته. ما شاء الله تبارك الرحمن، صلوا على سيدنا محمد وقولوا ما شاء الله. الله يحفظك إن شاء الله. كل مركز له جائزة، بس الأول غير جائزة. أنت لازم تأخذين الأول إن شاء الله. نحن بعد نشجعك ونقول لك إن شاء الله أنك تأخذين الأول، بس يوم تأخذين الأول بتخلينا نتصور معك صح؟ إن شاء الله عشان نحط الصورة في المجلس، أوكي؟ أنا وايد فرحانة إني شفتك، شكراً لك يا شام. شكراً. الله يوفقك إن شاء الله، قولوا آمين. آمين. شكراً لك.